زي ما حضرتكم شايفين انا عملت 5 سطور و5 سطور. طبعا مش هتسيبها كده، انا بجرب مع حضراتكم بس، يعني فكرة بتيجي تلقائية كده، مفيش حاجة معينة في دماغي، بس ده مش هيبقى شكله حلو. فانا عندي اللولي ده، خلينا في الكسر هيثبت اكتر. اعذروني لاني الشم لسعته صعبه. انا مش هنسيبها كده، مش شرط لولي طبعا، اللي عنده اي حاجة اي حابب بيزوق بيها مش هتقول لأ. في ورد بيتباع كده معمول جاهز، طبعا كل واحد وذوقه. عندي مكان الكبسولة اللي كانت في النص، شكلها بقى جميل. وطبعا لون اللولي ذهبي مع الرسمة اصلا اللي كانت موجودة عليه، لونها ذهبي في شكله احلى برضه.
زي ما حضراتكم شايفين احنا غيرنا المعالم بتاعته خالص. شكله بقى جميل جدا كأنه جديد، وده اللي انا عملته مع حضراتكم في الفيديو اللي فات. الاتنين بقى شكلهم محدش يعرفهم، شكلهم زي الجديد واحلى واقيم. والحاجة اللي ما بنعملها بايدينا بنفرح بيها ويبقى شكلها حلو وتبقى غالية علينا. يا رب يكون عجبكم، يا رب اكون عملت حاجة فادتكم. متنسوناش من الاشتراك في القناة، ويا ريت لايك ويا ريت تعليق جميل من حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.